صحيح. لكن في ماتشات زي دي لازم يبقى انت ما تسيبش نص الملعب وانت شايف اللي هو متاخد منك، تمام، وانت كسبان 1-0. فالراجل اتدخل بعد الهدف، كان نفسي ممكن كل حاجه طبعا نصيب وتوفيق، لكن انا كمدير فني كان ممكن ازود حته نص الملعب في ظل ان الاداء الفرقه كله كامل كويس، الثغره بس في نص الملعب، فكان ممكن اتدخل فيها قبل الهدف شويه واعمل اتنين ديفندر، ولا اسيب بقى عبد الله، اسيب ناصر هو ورؤيته، بس الفكره العب اتنين ديفندر صراحة وانت كسبان، ده امر طبيعي. فالخلل جه في الحته دي، لكن انا شايف مباراه جيده في المجمل، مباراه جيده في ظل الغيابات لعيبه نادي الزمالك والخبرات. بحيي الشناوي وبحيي احمد مجدي الصغير، خبرات وهو جاي في الطريق وهيتعلم كمان وهيبقى اضافه كمان للفرقه زي ما قال جوميز. وفي محمد السيد لعيب كويس قوي في نص الملعب، وفي ايشو لعيب هايل، بس برضه محتاجين وقت، ومش مع الفرق دي كمان، يعني مش مع بيراميدز، يعني ممكن مع فرق تانيه ممكن ازق فيهم، لكن انا احمد مجدي ماشي بشكل كويس ولعب كذا ماتش، بس المفروض ما اعملش تكاليف في ال 18 بالخبرات بالظبط. فانا شايف الاداء النهارده اداء جيد مش ممتاز، اداء يعني اللعيبه تحيي عليه هو وجوميز في ظل الغيابات اللي موجوده كتيره قوي قبل الماتش بتاع بيراميدز.